بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم في الداتا مايننج إن شاء الله راح تتناول الأمور الختامية في كورس التنقيب البيانات. نبتدأ في البداية راح نأخذ أو نتعرف على بعض من الcomplex type of data. عن هنالك أكثر من نوع، أكثر من تصنيف. أنا ذكرت التصانيف الرئيسية ودخلت في more details أكثر في واحد من عدهن، يعني عددت يعني هنا ثلاث أصناف رئيسية وأخذنا واحد فقط وتعرفنا عليه بشكل أكثر. الشطر الآخر أو الثاني من المحاضرة راح تركز على معرفة Data Mining Visualization، أي التول اللي نستخدمها في إظهار البيانات وتحديدا Result Data Mining. الشطر الأخير راح نناقش Two Application، نناقش مشروعين ممكن أن يستفادن أو ممكن أن نطبقهن ونستفاد من الميزات الجيدة من المايننج في عمل تلك المشاريع. نتعرف على الكومبلكس تايب اوف داتا. كومبلكس تايب سوري complex data type are summarized by، عندي ثلاث أصناف رئيسية ممكن أن تصف الـ complex type of data. إحنا كطلاب أو أن أنتم كطلاب أغلبكم متعامل مع النصوص وبعضكم متعامل مع الصور خصوصا في بحوث تخرجكم. أغلبكم متعامل مع نصوص وبعضكم متعامل مع نصوص وصور أو حتى بس صور. فلنا عادة نسميه Normal Data Type. اليوم راح نتعرف على بيانات من نوع آخر نطلق عليها أو تسميت Complex Data Type، أول نحو Sequence Data. تعرفنا أيضا فيها على يعني من بداية هاي السنة أو ذكرنا كم مرة مفهوم Time Series Data واللي هو نوع من أنواع Sequence Data، بس أكو تفاصيل أخرى، أي هنا البيانات اللي تكون مرتبة على شكل سلسلة. النوع الآخر هو Graph Network Data أو Graphs and Network Data، أي البيانات اللي نستلمها من الجرافات. ممكن الجرافات تكون source نوع من أنواع البيانات أو نوع من أنواع مصادر الداتا. ايضا Network Data، Network Data تكون معقدة بها تفاصيل متشعبة وهي تختلف عن النورمال والسيكونس داتا. اذا الانواع الاخرى اللي نحن اللي اخذناها وتعرفنا عليها هي Graph والNetwork Data. عندي ايضا انواع اخرى تاخذ نمط مختلف تستخدم for specific purpose وهن Special Data. Special Data يعني البيانات اللي تختص بشكل رئيسي بالتعرف عن الأماكن أو المواقع مثلا GPS الماب. عادة هيجي مواقع تطبيقات تستقبل بيانات من نوع Special Data، أي بيانات مكانية. أيضا عندي نوع آخر وهو Spatiotemporal Data. Spatiotemporal Data بمفهوم بسيط يعني هي بيانات تجمع خصائص معلومات مكانية وزمانية في آن واحد. بيانات تحتاج يعني يصير عندي فت كومبينيشن من المعلومات البيانية والمعلومات المكانية وتؤدي لي إلى هذا المصطلح اللي نسميه Spatial Temporal Data. عادة هيجي بيانات مثلا مختص يعني بالأنواع يعني تطبيقاتها مثلا بيانات اكتشاف أو تاريخ اكتشاف المدن، يعني بيانات تاريخ اكتشاف المدن هيجي بيانات نسميها Spatial Temporal Data، يعني بيانات تجمع Time and History، بيانات تاريخ اكتشاف المدن، فتجمع بيانات التاريخ وبيانات موقع المدينة مثلا الأعاصير أو البراكين، يعني تجمع بيانات انه مثلا في اي وقت من السنة وفي اي مكان حدث البركان، بالتالي انا جمعت تايم وجمعت لوكيشن او جمعت يعني موقع وصار عندي Spatial Temporal Data. عندي Cyber Physical Stream Data،
السايبر فيزيكال ستريم داتا تجمع بيانات تبع النتورك ومراقبة الهاكرز والحركات المشبوهة مع بيانات الجهاز نفسه، يعني الفيزيكال ديفايسز الجهاز الحاسوب نفسه، فنسميهن سايبر فيزيكال سيستم داتا. والمالتي ميديا داتا، واغلبنا نعرف شنو المالتي ميديا داتا، هي يعني بيانات تكون متنوعه، بيانات لو نصورها كداتا بيس بها صور وبها نصوص وبها صوتيات وبها فيديوهات وهكذا، يعني هي بيانات تكون مختلطه من انواع مختلفه في آن واحد. يعني انا كمثلا باحث اجي اروح اللي مثلا بنك واريد اسوي لهم فد ابلكيشن او اشتغل على تطبيق مشروع ما، واجي اخذ بيانات من البنك عباره عن فولدر يحتوي على صور ونصوص وفيديو وصوتيات وهالامور كلها، وكلها يعتبروها هاي داتا سورس اللي الابلكيشن ده تسوي. فهاي الانواع تعتبر الكومبلكس داتايب. طبعا اكو انواع اخرى، انا اختاريت في جزء معين منهن، بعضكم اللي يريد يقدر يطلع عليهن، وخصوصا يعني في الريفرنس بوك تبعكم اذا تحبون انزل لكم اياه. مايننج كومبلكس تايب اوف داتا، بعدنا مايننج سيكونس داتا راح نتناول بشكل اكثر تعميق، هو تعميق مور ديتيلز حول السيكونس داتا تايب. بصورة رئيسية sequence is an order list of events، يعني sequence كنا نعرف يعني سلسلة، عبارة عن مجموعة من الأحداث أو مجموعة من العناصر مرتبة بشكل سلسلة. طبعا order list of events ما أقصد order يعني مرتبات تصاعدي أو تنازلي، لا أقصد أن هنا مخذات نمط سلسلة، أنه أحد واحد بصف الثاني وبالتالي صارت عندي سلسلة. Then sequence is an order list of events. السيكونس أو يعني البيانات المتسلسلة أيضا ممكن نقسمها لثلاثة مجاميع، التايم سيريز داتا واللي تعرفنا عليها أيضا، إنه التايم سيريز داتا هي بيانات تجمع أو تتضمن الوقت معاها، عنصر الوقت جدا مهم. يعني أنا أجي أذكر بيانات إذا ذكرت per minutes per hour، يعني انه هاي البيانات استحصلتها في هذا الوقت او لهاي الفترة الزمنية، معناته صار عندي time series data لانه الوقت كان جدا ضروري. عندي النوع الاخر symbolic sequence data، بيانات متسلسلة ورمزية يعني سلسلة من الرموز. وعندي biological sequence data، اي بيانات البيولوجي واللي تكون على شكل سلسلة، مثلا اشرطة الدي ان اي، عرفون انه اشرطة الدي ان اي عبارة عن مجموعة من النيكودات او اذا كنت صف سادس تي اي جي او جي سي اي، هالامور يعني هاي الارقام او هاي الحروف مترتبة بشكل ما، انه مثلا اي 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 تي اي سي، يعني هذا التصنيف، وكل ذن ثلاثة تؤدي لمعنى معين. بس كشريط دي ان اي، والدي ان اي مرتب من يعني عدد جدا كبير من هذه الكاركترز، وهن يؤدي لي لمعنى ما، وقفد معنى لهذا الترتيب. فاذا هيك نوع من انواع البيانات نسميهن بيولوجيكال سيكونس داتا، وهو يختص بشكل رئيسي في الامور اللي تخص الكائن الحي، يعني اشرطة الدي ان اي. طبعا بعضكم قد يلاحظ انه biological sequence data و symbolic sequence data هن نوعا ما شيء واحد، يعني اثنين يؤديني الى شيء واحد. بعضكم اذا اراد يقرا مصادر مثلا راح يلاحظ انه بعض المصادر تجمعهن تسويهن كنوع واحد، وبعضهم لا يفصلوهن، فهل الامرين اثنين صحيحات؟ لان هن نوعا ما يعني قد يكونن شيء واحد، يعني هذا المفهوم العام، وهذا symbolic sequence data هو مفهوم عام للبيولوجيكال sequence data اللي يكون more specific. mining sequence data time series data consists of long sequences of numeric data are recorded at equal time intervals.
يعني عبارة عن سلسلة من الأرقام واللي تكون مسجلة على فترات زمنية متساوية equal time intervals مثلاً per minutes per hour per day. مثلاً نفرض أنا عندي مريض وهذا المريض أكو جهاز إشعاع القلب يمه، فجأة أخذ بيانات أقول إنه هاي البيانات حصلتها لهذا اليوم per day، يعني هاي بيانات لهذا اليوم. ثاني يوم أجي أخذ بيانات ثانية نقول لهذا اليوم يعني المؤرخ، أو مثلاً لهذه الساعة، الساعة اللي وراها نقول لهذه الساعة، ولاحظ الفرق وما بين ساعة وساعة. المهم هنا في الموضوع عندي إنه الوقت، أنا كباحث من جد أخذت هاي البيانات، ردت الوقت، والوقت كان عندي مهم، فإنه سجلت هاي النشاط، نشاط القلبي كان هل حقد قيمته لهذا الساعة أو لهذا اليوم وهكذا، وهذا النشاط عندي لهذا يعني نشاط آخر مسجل عندي في تايم آخر وهالأمور. بالتالي أنا كباحث عندي كان عنصر التايم جدا مهم، فسميته التايم سيريس داتا. التايم سيريس داتا can be generated by many natural and economic processes، يعني ممكن أن نستحصلها من مصادر مختلفة such as stock market، الماركت الأسواق، العلوم مثلا scientific، بعض العلوم مثلا نفرض مثلا حركة الأرض صارت مثلا لهذا اليوم per day، يعني متفر أي موضوع متعلق بالعلوم، بس كان التايم هو عنصر مهم فيه. أيضا الميديكال سيستم هو نفس يعني تقريبا مشابه يعني نفس المثال اللي حكيناه هسا حول جهاز تسجيل نشاط القلب أو نشاط الرئتين وهذه الأمور، إنه نسجل هل قد حصلنا على بيانات في هذا التايم وهكذا. فإذا عندي ثلاث مصادر أقدر بواسطها أحصل على التايم سيريز ذاته، وهو الستوك ماركت، ساينتيفيك أند ميديكال سيستم. قد تتواجد أكو مصادر أخرى يعني ممكن، بس إحنا راح نأخذ على إني طيب. إحنا أيضا ذكرنا يعني أغلب هاي السلايد هي مفاهيم إحنا ماخذيها سابقا، بس اليوم نظمت على شكل محاضرة. It is often necessary to first perform data or dimension reduction and transformation of time series data. إحنا نعرف شنو reduction ونعرف شنو transformation، أخذناها يعني هاي العمليات أخذناها في pre-processing stage في الكورس الأول، واللي كانت يعني تختص بالريدكشن هو تصغير حجم الداتا سيت من حجم يعني جدا كبير الى حجم صغير يضم لي فقط الاتريبيوت المهمه واللي هي مهمه لمشروعي او لبحثي. وعندي الترانسفورميشن وهي عمليه نقل الداتا سيت من شكل الى شكل اخر يناسب البيئه اللي بدي اشتغل عليها. يعني انا عندي صور وعندي نصوص، اجي احولهم كل النصوص، فلازم اوحد هذا الفورم واخلي الصور مثلا اخذ بياناتها واحولها على شكل نصوص او طفر، او حتى لو صور والنصوص احولهم الى 0 و 1 0 1 وهكذا، واخليهم في داتا سيت واحده ومنسقه ومرتبه بشكل واحد. فهم نسميه ترانسفورميشن، اي نقل البيانات من شكل الى شكل اخر. فهي العمليتين اللي احنا تعرفنا عليهن ضروري انه ننفذن على التايم سيريز داتا. ايضا قبل ما ننفذ هاي العمليتين انه انا لازم اسوي ديسكريتايز البيانات، يعني انه انا عندي بيانات بحالة مستمرة من الانبثاق، بيانات دائما استلمهن، فانا ما اجي اشتغل وكل مرة اشتغل اجمع بيانات واشتغل عليهن بعدين تجيني بيانات ثانية وارجع اشتغل عليهن، لازم استخدم في السياسة معينة. أما أسوي سامبلينج، ذكرت إن أيضا أخذناه لمعالجة السيكونس داتا، أسوي سامبلينج عن البيانات أو إنه أستقطع البيانات، يعني أوقف عند نقطة معينة وأقول له إنه من هذا التاريخ من هذا اليوم راح أبدي أجمع هاي البيانات، وبعد هذا التاريخ ما راح أستقبل أي بيانات، يعني أسوي استقطاع للبيانات. بعد ما سويت هاي الاستقطاع جمعت الداتسيت اللي عندي، أبدأ أسوي reduction و transformation وأبدأ أشتغل في العمليات وحدة تبع الأخرى. بعد ما سويت reduction و transformation data is mapped to a small subset of the strongest transform coefficient or professional and save as features. يعني بعد ما أسوي reduction و transformation راح أحصل على subset صغيرة، يعني مجموعة من البيانات الصغيرة والتي تضم الاتريبيوت اللي تكون
احسن شيء واقوى شيء، وهي الاتريبيوت اللي تكون في صلب الموضوع اللي بشتغل عليه. ونسيبها as a features او as features. وهالموضوع ايضا حتى يعني هل التفصيله ايضا احنا ماخذيها سابقا، انه الداتا سيت عندي الكبيره احولها الى داتا سيت صغيره تضم لي فقط العناصر المهمه المتعلقه في البحث مالتي. عن النوع الاخر من السيكوينس داتا هو السيمبوليك سيكوينس داتا. Symbolic sequence data consists of an ordered set of elements or event recorded with or without considered notion of time, such as customer shopping sequence and web click stream. Symbolic sequence data هي أيضا عبارة عن سلسلة من الelements أو من البيانات أو من الأحداث اللي سجلناها بغض النظر مع يعني مع ذكر أو بدون ذكر الوقت. يعني أنا كباحث جمعت هاي البيانات وما اهتميت لي الوقت، عنصر الوقت ما كان عندي مهم، بالتالي نسميها symbolic sequence data. من أمثلتها customer shopping sequence، يعني مثلا نسجل نشاط تسوق الزبون بغض النظر ان هو كلش قد يجي يتسوق، مجرد اريد اسجل نشاطه انه مثلا الاحظ هذا الزبون مثلا بدا نشاطه عالي بعدين صار نشاطه منخفض بعدين صار عالي، وهالامور بغض النظر عن عنصر التايم او ما يعني ما اريد اسجل انه كلش قد او ايش وقت صارت هاي الزياده والانخفاض في البيانات. ايضا عندي الويب كليك ستريم. الويب كليك ستريم هو مفهوم لشيء انت ممكن بعضكم يكون يعرفه، وهي انه عندي بعض الابلكيشنات على النتورك يسجل لي نشاط الفيزيتور او الزبون، مثلا الزبون طول في هذه البيج قد، الزبون سوى لايك على اي بيج او على اي برودكت، الزبون سوى كومنت على شنو، يعني هذه هاي الكليك تسجيل عدد وطبيعه الكليكات اللي يسويها الزبون في ذلك الابلكيشن الموجود على النتورك. فهيك يعني هذا النشاط نسميه او بيانات هذا النشاط نسميها بالويب كليك ستريم. sequential pattern mining has focused extensively on mining symbolic sequence. يعني احنا ذكرناها انه عادة بيانات او التنقيب عن الباترن المتسلسلة. يعني انا عندي داتا مايننج مختلفة وانواعها يعني كثيرة، فالتنقيب الخاص باكتشاف الباترن المتسلسلة يركز بشكل رئيسي على التنقيب على الرموز. يعني انا مثلا عندي رموز مثلا نفرض عندي هاي السلسلة، عندي هاي بيانات مسجلة، طبعا قد يعني لازم تطول هذه السلسلة، بس لو ناخذ ذني الثلاثة كاف او هاي القصيرة خلينا نحط بعد شوية 0 0 0 1 1 0. فسيكوينتال او مايننج باترن سيكوينتال ايش يعني؟ يعني مثلا انه اخذ جزء من هذه السلسلة، نفرض هذه، وابدي ادرس انه هذه السلسلة إيش تعني من هذه السلسلة الكبيرة؟ إيش تعني لهذا السلسلة الكبيرة؟ يعني أخذ هذا السبسيت أو السبسيكونت وألاحظ تكرارها في هذه السلسلة الطويلة، ألاحظ تغييرها إيش راح يؤدي لي على الأوتبوت، ألاحظ هنا مو تغييرها هي أصلاً شو تسوي. فأنا أدرس السبسيت المتكونة من الست الكبيرة وألاحظ أنه يعني شنو التغييرات أو الأحداث اللي راح تصير لما يطرى أي تغيير على هذا السيت. طبعا هذه السبسيت تكون مميزة وتكون كثيرة، بالتالي تكون كثيرة التكرار. فسيكوينتال باترن مايننج يركز على هذا المفهوم، أنه يأخذ سبسيت من الست الكبيرة
ويبدي يلاحظ شنو التغييرات اللي راح تحدث في حال انه هذه الست اجتي او يعني استلمها، او في حالة انه تغيرت، او انه هذه الست اصلا شتطني من نتائج. وطبعا هذه الست لازم تكون يعني هي غالبا راح تكون مميزة. انا ما اجي اخذ مثلا عندي شيء نادر الحدوث واجي اخذه وادرسه، لا، اخذ الباترن او الست او سوري السبست، لانه هاي نسميها خلينا نقول هذه الست كبيره وهذه السبست، فاجي اخذ او نسمي هاي الباترن وهاي السب باترن، فاجي اخذ هاي السب باترن وادرسها والاحظ ليش كانت كثيره التكرار وشنو التغيير اللي راح يحدث لو حصل اي ابديت عليها. عندي النوع الأخير biological sequence data، واللي هو أنا ذكرت إن هو مفهوم يعني more specific من symbolic sequence data. biological sequence data أو يعني هو نوع من أنواع البيانات اللي يكون مختص في حقل bioinformatic. bioinformatic هو نوع من أنواع الساينس أو نوع من أنواع العلوم اللي يجمع بيانات عن الكائن الحي ونفس الوقت يطبق هذه البيانات في الحاسوب. يعني عندنا الأنظمة اللي تعالج مثلاً أو اللي تشخص مرض ما باستخدام الحاسوب، أكيد نسميها عندنا أجهزة أو complication هي bioinformatic، لأنه إحنا وظفنا معلومات حيوية أو معلومات بيولوجية وطبقناها في الحاسوب، فنسميهم بالbioinformatic. إذن biological sequence data هي بيانات تختص بدراسة الـ DNA والبروتين، يعني سيكونس الخاص بالكائن الحي. طبعا انا اقصد الكائن الحي اقصد انسان وانيمالز، يعني هيومن وانيمالز. such sequences are typically very long، يعني عاده ال DNA بتكون عباره عن اشرطه ومتسلسلات جدا كبيره وتحت carry important and complicated hidden semantic meaning، يعني تكون عباره عن سلسلات جدا كبيره وتحوي في طياتها معلومات مهمه ومعلومات قد تكون مخفية، احنا يعني مو تكون معلومات سهلة القراءة والفهم، لا، لها دلالات مختلفة. لنفرض عندي هذا المثال، هاي اشرطة الـ DNA خمس اصناف من الكائن يعني من الكائن الحي. عندي هنا الـ Human، له عندي هذا شريط DNA. طبعا شريط DNA قد تصوروا عبارة عن سلسلة من هذه الرموز اللي توصل لألف ألف او اكثر، يعني أنا بس يعني أعطيكم يعني ألف رمز من هاي الرموز أو أكثر. فأنت كباحث تجي تأخذ مثلا تأخذ سلسلة متكونة من ألف كاركتر، وهو في الحقيقة جدا طويل، فيعني جدا سلسلة جدا طويلة. فأنت كباحث تجي تأخذ سلسلة متكونة من ألف كاركتر، لأن إحنا نريد في الداتا ست تكون حجمها جيد. فنأخذ مثلا هاي الشريط DNA، نلاحظ عندي مثلا هذا الشطر الأول عند هاي الخمس أصناف هي متشابهة، بينما صار عندي اختلاف في الكاركتر الرابع، وهذا الاختلاف هو كان سبب في التغير ما بين الهيومن وهي الغوريلا الشمس شمب والماوس والبات والرات والكاو. فعندي هذا التغيير في الكاركتر هو كان سبب في تغيير السمات ما بين الهيومن وما بين الماوس. هنا عندي اس، هنا عندي اي، فهذا التغيير يؤدي لي الى شيء ما، بينما عندي الجزء الثاني هو متشابه، عندي هنا لا اكو اختلاف. فالباحثين يبدون يدرسون تأثير هذا الاختلاف على الكائن نفسه، ويعني وعندما ظهر هذا الاختلاف شنو ولد. فهذا الموضوع كله يختص بالبيولوجيكال سيكونس داتا، يعني هيك بيانات نسميها بيولوجيكال سيكونس داتا. اذا نكمل مع الشطر الثاني اللي خصصناه لمحاضره هذا اليوم، واللي راح يتحدث عن الداتا فيجواليزيشن. Visualization بمفهومه من العام انه use of computer graph to create visual image which aid in the understanding of complex often massive interpreted of data often massive represented of data. اي انه visualization مفهوم يستخدم لتطبيق رسومات الحاسوب لانشاء صوره، وهذه الصوره تهدف اللي فهم البيانات المعقدة لليوزر العادي المستقبل العادي. يعني أنا كشخص اعتيادي أجي من أشاهد صورة أفتهمها أكثر من ما لو أشاهد أرقام مكتوبة يعني
أرقام هواية ومعقدة، فصعب علي الفهم. بالتالي أنا أستخدم الجراف أو كمبيوتر الجراف لإنشاء صورة تمثل تلك البيانات وأظهر هذه الصورة لليوزر العادي. Data can be represented in virus visual form، إنه نقدر نمثل البيانات في أساليب مختلفة. عندي مثلاً بوكس بلوت، عندي 3D cubes لأني أمثلة على أساليب للرسم، عندي chart اللي هنا المخططات، عندي الكيرف المنحنيات، وعندي اللينكينج جراف أي إنه الجرافات اللي مربوطة مع بعضهن بواسطة لينك، مثلاً التري جراف، هذا يعتبر نوع من أنواع اللينك جراف، وعندي أنواع مختلفة وكثيرة. نتعرف بالصورة يعني هسه على Data Visualization Purpose أو Purpose of Visualization، أي إنه الغرض من إظهار البيانات بشكل مرئي أو بشكل صورة. A gun insight into an information space by mapping data onto graphical primitive، أي إنه تساعدنا على معرفة البيانات والنظر إليها بصورة سهلة في بيئة صورية أو بيئة من الرسوم، يعني عن طريق ربط تلك البيانات، يعني سووا فد مابينج ربط ما بين البيانات الرقمية وتلك الصور. يعني هاي الصور هي عبارة عن أسلوب آخر يعرف تلك البيانات الرقمية، بالتالي أكو حالة من الربط ما بين البيانات الرقمية وما بين الصور اللي تم إظهارها، إظهار استخدامها أو إظهار تلك البيانات. أيضا عادة الفيجواليزيشن يساعدني على إظهار أو معرفة البيانات الكبيرة بشكل يعني أكثر دقة، يعطيني فد كواليتي فيو، يعني نظرة ذات نوعية جيدة، خلينا نقول نظرة، يعني بدل ما أني أجي أقرأ تيبل وأفتهم من عنده 20%، أنا راح أجي أقرأ جراف وأفتهم من عنده 80% أو 90%، بالتالي النظرة اللي اكتسبتها من مشاهدة البيانات المرسومة على شكل جراف هي أكثر كفاءة من البيانات اللي شاهدتها بصورة معقدة. Search for patterns structure irregulate relation among data، يعني البيانات اللي تظهر لي اللي يتم اظهارها بشكل صورة يكون من السهولة ايجاد او يعني بشكل سلس اقدر اجد الباترن المميزة او الباترن اللي ابحث عنها، اقدر اشوف ستراكشر اي طبيعة الربط ما بين تلك البيانات شلون مربوطة، اقدر ايضا احدد التصرفات، اقدر احدد الستراكشر اللي تكون غير طبيعية. Help find interesting region and suitable pattern، أيضا ساعدني على إيجاد المناطق المهمة، خلينا نقول أقدر أحدد المناطق التايم اللي يصير فيها البيانات ماكسيمم أو مينيمم أو فد 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 هدف معين تصل البيانات راح تكون أو تأخذ فد سياق معين، فأني وأنا جاي أبحث عن هذا السياق فأقدر بسهولة مع البيانات الصورية إنه أحدد تلك المسارات. إذن هسه نتعرف على Data Visualization أو Data Mining Result Visualization. إحنا أيضا تكلمنا سابقا إنه أنا لو عندي مع Data Mining من أجي أسوي Database عندي يعني قاعدة بيانات أو Dataset متألفة من ألف ريكورد، فأجي أنا أريد أظهر هذا الألف أو نتيجة هذا الألف ريكورد، ما أجي أظهر يعني أسوي إظهار لكل هذا العدد الهائل من البيانات. فعادة مع الداتا مايننج اظهر فقط الريزلت والنولج او النولج، كنا نعرف انه الهدف من الداتا مايننج هو البحث عن النولج او المعلومه القيمه اللي تكون غير مكتشفه سابقا، يعني هو هذا تعريف الداتا مايننج. بالتالي اني لما اجي اظهر الريزلت تبع الداتا مايننج اظهر النولج او المعلومه القيمه اللي وجدتها واللي تكون مميزه. عندي opting from data mining individual form، عندي أيضا أكثر من وسيلة أو tools أقدر أستخدمها لإظهار data mining result visualization أو data mining result. عندي scatter plot والbox plot، عندي decision tree، عندي النوع الآخر association rule راح نتعرف عليها بالصور وcluster، والنوع الأخير راح نتطرق له اليوم هو generalize rule.
طبعا قبلها البوكس بلوت، انا ما ضفت لكم صوره له. البوكس بلوت يعني هو وسيله من وسائل اظهار البيانات، واللي تعتمد على تقنيه، وهي انه البيانات تقسمها او الداتا سيت تقسم اياها البوكس بلوت الى اربع اقسام او اربع ارباع، وكل ربع ينطفئ نتيجه ما. فالبوكس بلوت يظهر لي نتيجه كل ربع فقط، بالتالي انا ما اجي اظهر نتيجة كل البيانات، لا أعطي الملخص مالت تبع كل ربع. طبعا هذا باستخدام أسلوب البوكس بلوت. أنا يعني نوعا ما أكون حرة في طريقة إظهار البيانات، بس أحيانا أكون مقيدة، وتقييدي هذا ناتج من طبيعة الداتا سيت اللي جي أظهرها. يعني ممكن أكو داتا سيت تظهر لي بهذا بأسلوب معين أكثر من ما لو استخدمت أسلوب آخر، او ممكن انه بيانات الداتا سيت تحدد لي نوع معين فقط من وسائل الاظهار دون الانواع الاخرى. ايضا لازم اخذ بعين الاعتبار اليوزر العادي المستقبل اللي راح يشوف هذا الاوتبوت، لازم اشوفه انه لو ظهرت له جراف معقد او اسلوب من اساليب الاظهار، وكان هذا الاسلوب عاده صعب الفهم عليه، فحاول انه اجد اسلوب سلس وواضح له. فعندي هنا مثلا سكيتر بلوت، عادة هاي يعني أمثلة على السكيتر بلوت، إنه يرسم لي البيانات على شكل X و Y ويظهر لي إياها بهاي الصور. عندي عادة السكيتر بلوت تتعامل مع المالتي فيريبل كومبينيشن، يعني أكثر من بيانات، لاحظون أكثر من حقل هنا، وأكو في التداخل ما بيناتهم، وقدر يظهر لي إياها بهذه الصورة. عندي هاي مثال على أوتبوت تم إظهارها باستخدام Plane Association Rule. البلين نقصد به لوحة أو خشبة أو مسند، وعلى هاي البلين أظهرنا Association Rule، يعني البيانات اللي تم تصنيفها على أساس Association. فيعني هاي مثال على Plane Association Rule. عندي هنا مثال آخر على بيانات تم إظهارها باستخدام Decision Tree. نلاحظ يعني لأنه هذه البيانات طبيعتها مرتبطة، قدرت استخدم معها decision tree، بس لو ما كانت طبيعتها مرتبطة decision tree view، يعني اسلوب decision tree في الاظهار يكون يعني غير صحيح، لانه شنو الفائدة انه انا اظهرت البيانات مسطرة هيجي وهي ما مربوطة، يعني لانه ماكو ربط ما بيناتهم، بس لانه انا ادري هاي البيانات، يعني انا تعرفت على هاي البيانات وادري طبيعتهم منظم على شكل شجرة، بالتالي استخدمت اسلوب الديسيشن تري في اظهار هذا الاوتبوت. ايضا عندي الفيجواليزيشن اوف كلستر جروب، عندي هذا مثال على بيانات تم اظهارها باستخدام اسلوب الكلستر او التجميع، وايضا هو اسلوب مناسب لطبيعه تلك البيانات. اكو اكثر من نوع، اكو كثير من الامثله، يعني تقدرون تتعبون رواحتكم تجدوها في الانترنت. طبعا الاطلاع انه لو قدرتوا تحصلوا على انواع اخرى فهذا كل اكيد للاطلاع لزيد من معلوماتكم. اذا نكمل مع الشطر الاخير من محاضره هذا اليوم، وهو مناقشه تو ابلكيشن اوف داتا مايننج. عندي اول نوع مناقشه يعني اناليسيس فاينانشال داتا سيستمز، سوري فاينانشال داتا اناليسيس، اي تحليل انظمه الخاصه بالامور الماليه. وعندي التطبيق الاخر اللي هو انتروجن او داتا مايننج فور انتروجن ديتكشن اند بريفنتيشن او بريفنشن. طبعا انا في البدايه راح اتكلم عن هاي الانظمه، بعدين احاول اربط الداتا مايننج ميثود مع ومساعدتها في انشاء تلك الابلكيشنات الخاصه في هذه المجالات. يعني اتكلم او خلينا نقول نسوي تحليل نظام على الفاينانشال داتا اناليسيس، نسوي تحليل انظمه عليها او نسوي داتا اناليسيس على الفاينانشال ابلكيشن، وبعدين نتكلم عن الداتا مايننج ميثود واثرها في تلك التطبيقات. لما نتكلم عن الأموال عادة نختص بشكل رئيسي عن البنك واستثمارات البنك وأعمال البنك. فالمصارف يعني البنك يقصد به المصرف. فالبنك بصورة يعني عامة يعني عادة يتألف من مجموعة كبيرة من الأنشطة، من استثمارات، من قروض، يعني إعطاء قروض لليوزر،
من سحب ايداع اموال، من نقل اموال من مكان الى مكان، من تسويق، من ترويج عملات، ترويج برودكتس، يعني تفاصيل كثيره يعني يشتغل فيهن البنك. وعاده يعني البنك البيانات اللي اني كاني سنيوم اجاني مسؤول مصرف وراد من عندي اسوي ابلكيشن خاص او ادي مهمه معينه طلبها مدير المصرف من عندي، فاني كمطور برامج اكيد راح اروح للمصرف واجي اجمع من عده بيانات. فعاده يعني تكون عندي نسبه من الثقه انه البيانات المصرف راح تكون كامله وصحيحه، ما بيها نقص، ما بيها دوبليكيت، اي ما بيها يعني تكرار، لانه بيانات لازم تكون صحيحه، يعني هذا مصرف، هاي امور ماليه. فعاده يعني اصحاب البنوك يكونون كريتيكال، اي يكون جدا جادين، فتكون داتابيس تبعهم تكون دائما موثوقه ومتكامله. فانا ما راح اواجه صعوبه في حل هذا النقوصات او حذف التكرار والتفاصيل اللي اخذناها بالبري بروسيسنج ستيج اللي كنا نسميه كليننج، اي تنظيف البيانات. فنوعا ما انا اكون مرتاحه، البيانات اللي استخدمها من البنك دائما تكون كومبليت، يعني تكون متكامله ومعتمده وعلى درجه على هاي كواليتي، على درجه عاليه من النوعيه الجيده. فبعد مثلا لو بدي اسوي هسه انا داتابيس، انا جمعت البيانات، فاكيد اول خطوه يعني اسويها حاله حال اي ابلكيشن انه ابني داتابيس. بما انه انا ذكرت انه البنك يتعامل مع انواع مختلفه من الاعمال والانشطه، بالتالي بياناته تكون مختلفه وعملياته تكون مختلفه، فالافضل والشيء الصحيح انه استخدم داتا وير هاوس. طبعا ولانه عدد يعني العملاء يكون ايضا عددهم جدا كبير، يعني انت عامل ويا 100 و200 و1000 ما اعرف شنو، لا بنك على مستوى دوله كبيره. فاسوي في البدايه اسوي داتا وير هاوس، يعني اسوي في الداتا بيس من النوع داتا وير هاوس حتى اجعلها قادره على التعامل مع المالتي دايمنشن داتا، يعني تتعامل مع العمليات الكثيره والمتنوعه والمختلفه اللي راح تطلب من عندي. فديزاين اند كونستراكشن اوف داتا وير هاوس فور مالتي دايمنشن داتا اناليسيس اند داتا مايننج، يعني اسوي داتا وير هاوس حتى تتعامل مع المتطلبات الكثيره للداتا مايننج والمالتي دايمنشن. لنفرض أني هسه مثلاً قلت إنه مدير مصرف إجى طلب من عدي أسوي فد أبليكيشن ما، طبعاً هو طلب من عدي مثلاً إنه أظهر مقدار مثلاً الدين debt، مقدار الأموال اللي استرجعت لكل شهر، يعني إنه التسديد لكل شهر بالاعتماد على مثلاً منطقة أو قطاع، يعني لكل زبون باعتماد على منطقته، اعتماد على الدخل هذا الزبون، بالاعتماد على صرفياته وتفاصيل ممكن يحددها صاحب العمل نفسه. وأيضا طلب من عدي مثلا أنه أحدد لي الماكسيمم على قيمة وأقل قيمة والأفرج وأمور إحصائية مختلفة. نلاحظ هاي المالتي دايمنشن يعني مالتي دايمنشن ميثود، يعني العمليات المختلفة كلها قدرة الداتا ماينينج تنفذها، يعني داتا ماينينج بسهولة، داتا ماينينج ميثود، طرائق الداتا ماينينج تقدر بسهولة أنه ترتب لي الزبائن حسب المناطق، يعني نسوي لهم كلاستر ونسوي لهم جروبينج، يعني كلاستر وكلاسيفيكيشن والتفاصيل، قدرت تحدد الزمان حسب المناطق وتحدد للاعلى، لانه الداتا مايننج تتعامل مع الاساليب الاحصائيه تتحدد للاعلى والاقل والمعدل والتفاصيل. فقدرنا انه نطبق الداتا مايننج ميثود او الداتا مايننج ميثود نجحت في يعني في هذا الكلام مواضيع. ايضا لو طلب من عندي مثلا لاين بيمنت برودكشن اند كاستمر كريدت بوليسي اناليسيس، انه نسوي تنبؤ على الدفعات، يعني اجي انا مثلا صاحب مصرف يجي يعطيني فد قرض معين وطلبوا يعني صاحب المصرف طلب انه نسوي فد ابلكيشن حتى يضمن حقه، هل انه الزبون او العملاء راح يسددون هاي الاموال او ما يسددوها، وشنو هن يحددون ايضا شنو المعوقات اللي ممكن تمنعهم من التسديد. طبعا هاي الامور يسووها حتى يضمنون حقهم ويحاولون يعني يواجهون هاي المعوقات. مره مثلا يطلبون ضمان حتى انه الزبون يرجع لهم اموالهم، مره اصلا ما يعطون قرض لذلك الشخص المعني. فمثلا attribute selection and attribute relevance ranking، انه يجي اسوي ابلكيشن باستخدام الداتا مايننج ميثود، وهذا الابلكيشن يطلب معلومات من الزبون مثلا loan to value ratio، يعني انه
القرض مقاد يعني مقا... شلون ياخذ عده عوامل، انه مقدار القرض المسحوب بالمقارنه مع الدخل، دخل الشخص الشهري، او مقارنه القرض المسحوب مع المصروفات الشخصيه للفرد، او مقارنه دخل الفرد مع مصروفه الشهري مع مقدار القرض. يعني هالتفاصيل والامور الاخرى. قد يطلب مثلا امور اخرى مثل education level، تاريخ credit history مثلا، خلينا نتكلم عن credit history بعدين، بس نعطي مثال على مثلا مقدار الدخل الشهري ومقدار القرض. مثلا مثلا أعطي قرض لشخص دخل الشهري 400,000 والقرض مقداره 100 مليون، فأني أجي أحسب هل إنه هذا الشخص اللي يستلم شهرين 400,000 قادر على دفع قسط 100 مليون؟ يعني أحاول إنه أشوف سياسة البنك شو تقول عنه، هل إنه راح تمنح هذا الشخص أو ما تمنحه، هل تطلب من عنده ضمان أو ما تطلب. أيضا مثلا تخلي في عين الاعتبار مثلا مستوى صرفياته، هل إنه هو ساكن في بيت ملكي أو بيت مو ملكي، بالتالي راح يحتاج إيجارات وهالتفاصيل. فكل هاي الأمور راح تدرسها الداتا مايننج ميثود، وتحاول تتنبأ هل إنه الشخص اللي راح ينطو أموال قادر على الدفع أم لا. وهذا أهم ما في البنك، البنك اللي يضمن حقه، اللي يضمن إنه الزبون راح يرجع له الدفعات بالوقت المحدد. عندي the credit history أيضا، ممكن إنه البنك يسوي في الداتا بيس يسجل بيها إنه الأشخاص اللي دائما يدفعون الأموال المصرفية أو الأموال القروض في وقتهم، ويحددوهم عن الأشخاص اللي ما يدفعوها في وقتهم. بالتالي من أجي أسوي أبليكيشن، أنا أيضا أخذ هاي المعلومة في عين الاعتبار، أشوف هذا الشخص الهيستوري أو تاريخ مالته هل هو مضمون أم غير مضمون. إذا كان غير مضمون ودائما يتعبني وشي، أخليه في خلينا نقول بلاك ليست، إنه هذا الشخص دائما يتعبني، بالتالي ما أنطي أموال، أو دائما يعني ما يطي، بالتالي ما اعطي اموال. وبينما اكو اشخاص لا يسددون في الوقت المحدد، بالتالي اوكي انه ايضا هاي الامور تحفز او تساعد في اتخاذ القرار باعطائهم. عندي سابقا اقدر استخدم الداتا مايننج في تحديد الاتريبيوت المهمه وتطبيقها واحد في الاتريبيوت غير مهمه. فمثلا مثلا اني من الاتريبيوت المهمه في انشاء ابلكيشن يتنبأ في الدفعه، يعني هل ان الزبون راح يدفع ام لا، من الاتريبيوت المهمه هو مقدار الدخل الشهري ومقدار القرض اللي دفع استلمه هذلك الشخص. هاي تعتبر اتريبيوت او دومين فاكتور، نسميها اتريبيوت مهمه. بينما عندي اتريبيوت اخرى غير مهمه مثل الادوكيشن ليفل. قد يكون سابقا البنك كان يستخدم سياسه يفرض عليها في مستوى معين من الادوكيشن ليفل، لكن مع داتا مايننج ميثود او اي مع طرائق الداتا مايننج قدرت اتنبأ انه الادوكيشن ليفل غير مهم. بالتالي البنك قرر انه يغير من سياسته ويترك هاي الميزة انه تحدد مستوى تعليم الشخص اللي جاي يقدم على قرض، لانه اعتبرها اتريبيوت غير مهمة. بالتالي ساهم الداتا مايننج في تغيير سياسة الأنظمة ويعني تغيير من حساباتها واستراتيجياتها. أيضا تساهم الداتا مايننج في تنفيذ يعني عمليات الداتا مايننج اللي هي كلاستر والكلاسيفيكيشن، ساهمت لي في يعني في إنشاء أعمال أخرى، سهلت علي عملية التسويق وهالتفاصيل. يعني لما اجي انا عندي عملاء، والعملاء يعني كل واحد عنده فد اسلوب معين في نقل الاموال في صرف الاموال، فانا اذا خليتهم بشكل عبثي بدون ما انظمهم، واجي مثلا انطي العروض، البنك يعطيهم عروض يعطيهم استثمارات، الكل راح يشوف، بس بعضهم قد يعني او الكل راح يستلم، بعضهم ما راح يعطيه اي اهتمام، بعضهم يعني تضيع عده السالفه، بعضهم لا يهتم بالموضوع. فالأفضل إلي بشكل تنظيمي إنه أحاول أنظم ذول الـ customers كلهم على حسب طبيعته، يعني كل جروب عدة فد أسلوب معين، هذا أسلوب الكلاستر أو أسلوب الكلاسيفيكيشن إحنا فهمناه. بالتالي تنظيم الزبائن اللي جروبات ساعدت لي في ترويج البرودكت ماتي، ساعدتني في ترويج للاستثمارات. مثلا أنا أوجه إعلاناتي أوجه نشاطاتي لجروب مهتم بتلك الإعلانات وبتلك النشاطات، وأترك الجروبات الأخرى اللي هي ما مهتمة. أيضا مثلا أنا عندي جروبات خلينا نقول أقسمهم على أساس مستوى المصرف الشهري،
انه هذا الجروب دائما صرفياته الشهريه تكون عاليه، بالتالي انا شكو عندي برودكت اروح اوجهها اله. بينما اكو جروبات اخرى لا، ده مستوى متوسط او حتى اقل، بالتالي اوجه لهم فقط المنتجات اللي هم دائما يستخدموها. ايضا ممكن انه الزبون الواحد يقدر يسوي علاقه مع نفس الجروب نفسه، يعني اني خلينا نقول اني مهتمه في بيع وشراء الكتب، فاني في ضمن جروب هو يهتم بشراء الكتب، اقدر اني ايضا اقدر اسوي استثمار مع الجروب نفسه اللي انا مشتركه بيه وابيع الكتب تبعي. بالتالي يعني كلاسيفيكيشن سهلت لي هالامور، الامور التسويق والامور الماليه او الداتا مايننج سهلت لي هالتفاصيل. عندي ايضا شطر مهم ساعدتني الداتا مايننج في معالجته او في البحث فيه، وهو تحديد عمليات غسيل الاموال detection of money laundering and other financial crimes، عمليات تحديد عمليات غسيل الاموال وتحديد العمليات او الجرائم الماليه. هكذا نوع من التطبيقات تحتاج انه اجمع بيانات من اكثر من داتابيس، يعني أنا ما أجي عمليات غسيل الأموال أجي أخذها فقط معلوماتها أجي أخذها فقط من البنوك، لا أيضا أكامل هاي البيانات وأربطها مع المعلومات اللي أخذها من البوليس ستيشن، يعني Federal or State Criminal History Database، لأنه مثلا البنك يسجل لي مثلا أحصل عندي هيك عمليات هيك عمليات سطو هالتفاصيل، والبوليس ستيشن يسجل لي يعني بوليس ستيشن داتابيس تسجل لي اسماء الاشخاص من منين الى منين سحبوا اموال ايش وقت التفاصيل، واحاول اكامل هاي البيانات واكون داتابيس وحده واستفاد من عندها في انشاء ابلكيشن لتحديد عمليات غسيل الاموال والامور او الجرائم الماليه. ايضا يعني هاي اسلوب الانتجريشن احنا اخذناه في الداتا مايننج، في مرحله الداتا مايننج انه نجمع البيانات من اكثر من ريسورس واكون افيد ابلكيشن يحدد لي تلك الامور. اقدر ايضا استخدم التولز تبع الداتا مايننج، احنا قد ذكرنا انه الداتا مايننج عاده تسوي فيجواليزيشن يعني عن بياناتها وتظهر لي فقط البيانات المهمه او تعنى باظهار البيانات المهمه، بالتالي انا اقدر استخدم التولز تبع الداتا مايننج لتحديد مثلا الحركات المشبوهة، عمليات التحويل من مكان إلى مكان، والتفاصيل راح ناخذ أكثر مع الأبليكيشن الخاص بتحديد عمليات يعني الهاكرز وهالتفاصيل. أيضا داتا مايننج عادة تربط الشبكات شبكة وشبكة أخرى، بالتالي أنا أقدر أستفاد من قدرتها على ربط الشبكات في تحديد يعني لما يجي أشخاص يريدون يسوون غسيل أموال أو يريدون يسرقون مصرف، عادة يكون الأموال من مكان إلى مكان إلى مكان، لأن ما حطوها حاولوا يضيعون السالفة، فالداتا مايننج قادرة على متابعة هذا التنقل، بالتالي سهلت لي عملية إنشاء أبليكيشن للحماية ويتابع هذا التنقل. أيضا الكلاسيفيكيشن والكلاستر تول والأوتلاير أناليسز سهلت لي من تحديد يعني أنا خلينا نقول أصنف كل دولة على حسب نشاطاتها، بالتالي أنا أقدر أبحث ما أجي يصير علي عندي عملية خلينا نقول سرقة ما أجي أدور 4-5 دول، لا أدور فقط الدول اللي دائما تكون عندها عمليات سطو، هذا باعتماد على مبدأ إنه أنا صنفتهم إلى جروبات. عند الأوتلير أناليسيس مثلا إنه أنا مسجل النشاط في مستوى معين، طبعا مو أنا الأبليكيشن اللي راح أسويه، إنه الأبليكيشن واللي سويناه طبعا الأبليكيشن اللي سويناه باعتماد على طرق الداتا مايننج، فهذا الابلكيشن سوينا عادة قادر على تحديد الاوتلاير انرايسز يعني قادر على تحديد التصرفات الشاذة والغريبة، فسهلت علي عملية تحديد انه صار عندي عملية سطو او ما صار والتفاصيل. ايضا داتا مايننج تتعامل مع معالجة البيانات اللي تكون متسلسلة، تتعامل مع عمليات يعني السرقة المتسلسلة، يعني عمليات السرقة لما يجي شخص خلينا نقول يسرق ما يسرق في مصرف ما، اكو في السيكونس راح يتبع عملية هاي السرقة، فالداتا مايننج ميثود عادة قادرة على تتبع تلك يعني السلاسل او التبعات اللي راح تصير من هذه عملية السرقة.
عندي الابلكيشن الاخر واللي هو مشابه تقريبا للديتكشن اوف ماني لاندري اند اذر فاينانشال كرايمز، بس احنا هنا نقصد بها فقط عمليات الاموال. هنا انتروشن ديتكشن اند بريفنشن هي عمليات يعني برامج تحارب الهاكرز والاتاك، اي الهجوم اللي يصير على اجهزه الحاسوب، على الانظمه، على البنايات، على المؤسسات وطفر، بس هي اجهزه تحمي الاماكن او السيستمز اللي تم تطبيقها تلك البرامج عليها. في البدايه نعرف الانتروجن كان بي ديفاين از اني سيت اوف اكشن. انتروجن يعني انتروجن هو عدم الثقه، خلينا نقول كان بي ديفاين از اني سيت اوف اكشن ذات ثريتن ذا انتجريتي كونفيدنتلي اور افيليبيليتي اوف نتورك ريسورس. انه الانتروجن هو اي اجراء او تصرف يهدد العوامل الرئيسية اللي يجب توفرها في أي شبكة، وهي الانتجريتي أي التكامل، والconfidently الثقة، والavailability of network resource. يعني أنا حتى أسوي جهاز أو أسوي application يحمي لي شبكة ما، مؤسسة ما، أو جهاز حاسوب نفسه، لازم أول ثلاث نقاط أو أول شيء أوفره أنه تحقيق ذني ثلاث مطالب واللي انتم المفروض ناخذينهم وتعرفوهم في الكمبيوتر سكيورتي، وهو الانتجريتي والكونفيدنتلي والافيليبيليتي. اي نحمي الجهاز ونحمي شبكته ونحمي نحمي معلوماته، وايضا نحمي انه هذا الجهاز اقدر اشغله او هذا الابلكيشن اشغله وانا مثلا انا منصبته على جهازي اريد اسوي جهاز حمايه من الفيروسات ومنصبته على حاسبتي وشغلت حاسبتي بالعراق. اوكي هذا البرنامج شغال، لازم هذا البرنامج ايضا يكون شغال لما اسافر في تركيا المفروض، كان نسميه بالافيليبيليتي انه يكون متوفر واينما نكون. فاذا هاي انظمه الحمايه لازم انه تكون قادره على تحقيق هذه الثلاث مطالب. انتروجن ديتكشن سيستم اند انتروجن بريفنشن سيستم both monitor network traffic and or system execution for malicious activities. انه انظمة الحماية مهم، الوظيفة الرئيسية لانظمة الحماية انه ترافق او تراقب النتورك وتطبق عملياتها في تحديد ومنع عمليات الاتاك اللي راح تصير بسبب الميليشيا اتاك، يعني عمليات اللي تريد تهجم على الحاسبة وتسوي هاكرز عليها. لحد الآن إحنا جايين نحكي على يعني عن تحليل النظم فقط، إنه جاي أسوي أو شنو متطلبات نظام تحديد الحماية أو تحديد الهاكرز أو يعني intrusion detection، تحديد المحاولات للاختراق ومنعهم. أنا جاي أتكلم عن متطلباته. أيضا من متطلباته الرئيسية انه يكون هاي الانظمه اللي راح اسويها تكون قادره على تحديد السيجنتشر، اي انه سيجنتشر بيست ديتكشن. عاده مثلا الهاكرز من يجون يسوون اتاك او يسوون هجوم على نظام ما، هم عندهم خوارزميتهم الخاصه اللي هم طوروها واشتغلوا عليها، فطبقوا على هذا البنك سرقوه، يعني استخدموا اسلوب معين، راحوا على هذا النظام او على هاي المؤسسه واخترقوها وسووا نفس الاسلوب. فعادة هاي اسلوبهم يكون متشابه فنسميه بالسيجنتشر. فلازم تكون الأنظمة اللي راح ننشئها حتى تحمي من هذا الهجوم تكون قادرة على تمييز هذا السيجنتشر، لأنه يعني هاي الأنظمة يعني سابقا تم تعريفها انه هذا النوع اذا صار عندك هذا الإجراء فمعناته هذا عندك هجوم، بالتالي انت لازم تحدده. فهذا الابليكيشن لازم يكون قادر على تحديد السيجنتشر بيس ديتكشن، ايضا يكون قادر على يعني ايضا تكون هاي يعني الانظمه قادره على تحليل المستوى الطبيعي والتصرفات الاعتياديه اللي تصير، بالتالي اي تصرف غير اعتيادي، يعني نقصد به هنا اي تصرف غير اعتيادي راح يكون مميز ويقدر يحدده، نسميه anomaly based detection. يعني نفرض انه انا عندي يوميا نقل اموال من امريكا الى بريطانيا بهذا المعدل، اوكي هذا البرنامج اللي سويته او الابلكيشن يراقب هذا المعدل، هو يدري انه هذا المعدل هو حاله اعتياديه، فجاه لاحظ اكو في التغيير كبير،
فهذا التغيير الكبير راح خلينا نقول يدق ناقص الخطأ انه اكو احتمال عمليات سطو تصير او عمليات هاكرز تصير، كانه مثلا انظمه راقب دعم جهاز الحاسوب مالتي، بعدين فجاه لاحظ انه هذا النظام لاحظ اكو في تصرف غير طبيعي بال في شبكه الانترنت المربوطه مع هذا الحاسوب، اكو محاولات للاختراق، فهي حيطه تنبيه. فدني مطلوبين رئيسيين لازم ان نوفرهن في انظمه الحمايه. إذا نجي نتعرف على الداتا مايننج شلون أثرت، الداتا مايننج شلون ساعدتنا في تحقيق تلك المطالب. New data mining algorithms are used for intrusion detection processes and prevention. يعني أضيف لكم إياها and prevention. يعني خوارزميات أو طرق الداتا مايننج القديمة والجديدة كلها أو الأسلوب الترند الجديد اللي بدأت تتطور به ساعدتني في تحديد عمليات الهاكرز اللي تصير. يعني مثلا أنا عندي هنا بالسيجنتشر بيس ديتكشن أن أجي أبني موديل، وهذا الموديل أدربه وأقول له يعني أنا يعني أنا كمطور الأنظمة سويت داتا بيس، جمعت بيانات من البوليس ستيشن وبيانات من المصرف وكونت لي نظام وجيت سويت موديل او استخدمت خوارزمية ما اريد ادرب الموديل عليها. فاكيد انا ذكرنا سابقا اكو اسلوب للتريننج اي التدريب، اكو بعض الموديلات في الداتا مايننج انا احتاج ان ادربهن، فاجي اقول له انه انت اذا اجاك هذا الاسلوب او هذا الاختراق اللي هو مثلا سيجنتشر بيس ديتكشن واللي انا عرفه والبوليسي عرفه والمصرفي عرفه كنا عرفه، بس احنا نحتاج انه ندرب الموديل عليه، فاجي ادرب اقول اذا جاك هذا الاسلوب معناته انه انت معرض للاختراق، فانه لازم تنبه، فالموديل راح يسيب هذا الموضوع اي يحفظ هذا الموضوع في باله وخلاص تدرب عليه. لما يجي نفس الاسلوب يعني نفس الهاكرز او نفس الشخص المخترق او الاتاك رد يطبق اسلوبه في الاختراق، الموديل مالتي يكون هو متعلم عليه وعرفه، وبساعه راح يمنعه او يحذر انه هذا الشخص او هذا الاتاكر يحاول يخترق شبكتي او يحاول يخترق حساباتي. بالتالي انا هنا يعني قدرت استخدم اسلوب الداتا مايننج الجوريثمز او ميثود في انشاء ابلكيشن قادر على تحديد السيجنتشر بيس ديتكشن. ايضا الموديل اللي سويته ايضا يكون قادر على تحديد التصرفات اللي هي انومالي بيس ديتكشن، التصرفات الطبيعيه النومالي، وقادر على تحديد الانومالي اللي هو التصرفات اللي تكون غير طبيعيه، لانه هو يعني خلينا نقول هو قاعد يسوي مونيتور او جاي يشاهد او جاي يراقب الشبكه. هذا طبعا الموديل احنا انشاناه وخلصنا واحنا مدربين انه انت تشتغل على هذا الليفل، فجاه لاحظ انه اكو ليفل غير طبيعي او لاحظ انه اكو تصرف ومستوى او محاوله غير طبيعيه، فهو متدرب انه اذا جتك هاي المحاوله الغير طبيعيه انه اعطي تنبيه. فهنا يعني ان شاء الله تكون واضحه كيف استخدمت الداتا مايننج في تحقيق متطلبات انظمه الحمايه واللي هن ذني المتطلبين الرئيسيين. ايضا اسلوب الداتا مايننج اللي هو اسوسيشن كورليشن ديسكريمينتيف، هالامور ساعدتني على انشاء موديل او انشاء ابلكيشن للحمايه يكون متكامل، يكون قادر على ايجاد علاقه ما بين بروبرتيز وبروبرتيز اخرى، بالتالي تحديد المهم وترك الغير مهم. يعني هو هذا من مبادئ عمل داتا مايننج انه يجد البيانات ويحدد علاقات ما بيناتهن، والمهمات والمؤثرات يحتفظ بهن والغير مهمات يتركهن، وبعدين يبدي يصنفهن الى يعني الى مجاميع كلا على حسب وظيفته واثره في التغيير. عندي analysis of stream data، عادة أنا أيضا ذكرت هاي الفقرة بس راح هنا يعني أكون more specific. analysis of stream data، stream data يعني بيانات تكون منبثقة ومستمرة. فالداتا مايننج قادرة على يعني عندها قادرية قدرة كبيرة على تحليل stream data البيانات المتسلسلة، انه وجدت وسائل مختلفة واساليب مختلفة حتى تعالج البيانات المنبثقة والمستمرة. فستريم داتا ايضا قد يكون مثلا اسلوب الاتاك دائما يكون يعني
دائما يستخدم اسلوب انه اكو تبعات لعمليه الاختراق هذه، يعني مو فقط اخترق من الحساب او اخترق هاي المؤسسه من مكان الى مكان، لنفرض هاي مؤسسه امنيه من اجل الاتاكر اخترقها، طيب من اخذ ملفاته وين وداها؟ اكيد اكو في التصرف ثاني راح يؤدي هذا الشخص المهاجم، يعني اكو شيء راح يستخدمه او هاي الملفات راح يستخدمها لشيء ما، بالتالي اكو شيء راح يجر شيء، فداتا مايننج قادره على تتابع او متابعه وملاحقه هاي التسلسلات، لان هي عندها قابليه على معالجه البيانات اللي تكون متسلسله. فداتا مايننج ميثود حلت لي هالموضوع او ساعدتني في ملاحقه التتابع او السيكونس اللي راح تاثر عليه او راح يحدث من عمليه الاختراق. ايضا ديستريبيوتد داتا مايننج ميثود help to detect location of these distributed attacks. data mining انه انا اقدر اسوي application واوزعها في اكثر من مكان في شبكات الانترنت، بالتالي انا هذا الشيء مكنني من ملاحقة التوزيع اللي يصير في عملية الهجوم. يعني عملية الاختراق لما أجي مثلاً أخترق مصرف أو أجي أخترق مؤسسة حكومية من أجي أخترق بياناتها، هاي البيانات وين راح أوديها؟ أكيد ما راح أجي أسحبها على حاسوبي لأنه بسهولة راح يجون يشيكون حاسوبي، لا أنقلها من مكان إلى مكان، أو أنقلها لأشخاص آخرين، أو أحول الأموال لحسابات أشخاص، يعني أشخاص مختلفين في دول مختلفة، بالتالي عملية الهجوم راح تكون موزعة في أكثر من مكان، وعملية استلام الأوتبوت مات هذا الهجوم أيضا يكون موزع. فالداتا مايننج قدرت إنه أني يعني أتابع هذا التوزيع اللي يصير في الأماكن عن طريق تطبيق داتا مايننج ميثود، لأنه قلت إنه أقدر أخذ مثلا هذا الأبليكيشن اللي سويته أطبقه على أكثر من مكان، بالتالي كل مكان راح يتابع من مكانه ونقدر نحدد الشبكة. Visualize and query tools include feature for viewing association, discriminative pattern, cluster and outlier. أيضا data mining من أساليبها قلنا إحنا هي الـ association, visualization أي الإظهار، أساليبها التوثيق، أساليبها الكلستر اللي نقصد به التجميع، أو أيضا أساليبها الأوتلاير اللي هي تحديد التصرفات الشاذة والغريبة أو الباترن الغريبة عن بقية الباترنات. بالتالي أنا قدرت أستخدم داتا مايننج ميثود اللي هي تهتم بإظهار الأوتبوت، لما تظهر لي الأوتبوت أنا قدرت أحدد يعني كل فئة وتصرفها، قدرت عن طريق الكلستر لأنه أنا قسمت الفئات أو قسمت البيانات إلى عناصر أو إلى مجاميع، وكل مجموعة لها تصرفها الخاص بها، فأنا قدرت أتعرف عن كل البيانات وأتعرف عن كل التصرفات كلا على حسب الجروب مالته، وأيضا قدرت أحدد الأوتلاير، يعني أنا قدرت إنه أنا عندي خلينا نقول نمط معين، عندي هذا البنك يوميا ينقل الأموال من مكان إلى مكان، فالتغيير اللي راح يصير أنا بسهولة أقدر أحدده مع Data Mining Visualization Tool. مع Data Mining Visualization Tool قدرت أحدد التصرفات اللي تكون غير طبيعية والعشوائية والنسبية بالأوتلاير، بالتالي قدرت أتعرف على أنه عملية الاختراق حدثت أو جاي تحدث. أنا هنا إن شاء الله كملت وياكم، أتمنى تكون استفادت وياي.